السيناريو ديال المباراه ولي كنت متوقع، ولكن ما كنتش كنتوقع ان هذاك الهدف يجي في ذاك الوقت. كنت كنتمنى نفضل انه يجي في وقت اخر غير الدقيقه 95، لان الحاله اللي فيها حاليا اللاعبين في غرفه الملابس ما يمكنش نوصلوش عليهم. كما شفتوا دخلنا المباراه الشوط الاول كنت عارف بان فريق جاب من بعد هذاك الفوز غيكون عنده معنويا غيكون احسن منا، وكان احسن منا في تقريبا 20 دقيقه الاولى. ومن بعد دخلنا في المباراه حاولنا ان نحافظوا على الكره، درنا بعض المحاولات قليله كانت في الشوط الاول، ولكن الشوط الثاني عرفنا كيفاش فريق الشباب المحمدي لعب بطريقه ديال 4-3-1-2 طريقه ديال لوزونج. وكما شفتوا في الشوط الثاني تقريبا كان ايكيليبري، وحاولنا جاونا الفرص اللي كنا نقدروا نسجلوا فيهم، ولكن كما قلت لكم صعيبة الهضم هذوك الاهداف ديال الدقائق الاخيره، ولكن سنة الكره هي هذه. كما كيعرف الجميع فان فريق مولي توجد في فريق طور البناء، لان فاش كتشوفوا اغلبيه اللاعبين اللي حنا اللي تقريبا باغي نبنيو عليهم الفريق فهم كلهم جاو عندهم نقص في اللياقه البدنيه، هذه ماشي كتخبى ضد المسؤوليه، فالمسؤوليه دائما كتطيح على المدرب. فكما كتشوفوا لا كريم بن عارف ولا فرحي ولا وكيلي ولا اللاعبين كاع اللي جمع الطوشي ولا كل تقريبا الاسماء كاينه، ولكن اللياقه البدنيه ديالهم كنحاولوا، لان اغلبيه اللاعبين ما كانوش كيتمرنوا مع الفرق، كيتمرنوا مع التمارين الفرديه. كنتاسف وكنعتذر للجمهور الجدي والمكتب الموسيقي، لان كنقول اليوم على الاقل غناخذ، لان النتيجه المنطقيه هي تعادل، لان جو ما كانتش خطوره، لان كانت لي بالاريان كيجيو غالبا، ولكن ما نقدرش نلوم الحكم على حسب الهدف المسجل، لان اللاعبين على حسب، انا ما نقدرش نتحكم، ولكن على حسب ما سمعت في غرفة الملابس بان الحكم صفر قبل ما تسجل الهدف، ولكن كتبقى هذا السلطه التقديريه محترمه. اذا ف هنيئا الفريق المحمديه وهارد لاك لينا حنا، نتمنى ان شاء الله اننا، لان كما قلتها وغنعاود صعيب، لان حنا في طور بناء الفريق طاري الفريق، لان تقريبا واحد 75-80% ديال اللاعبين الموسم الماضي غادروا الفريق. التحضيرات ما كانتش ماشي ما كانتش مساواة، ما كانش الوقت باش نجيب، لان حتى اليوم حنا باقيين كنتدبوا لاعبين، ولكن كاع كل جو اللاعبين السنين انس نوادر ولا نادير ولا زكريا اللي تقريبا عندهم اللياقه، ولكن اللاعبين كلهم لياقتهم هذا، وما علينا الا نكملوا مع نديروا مره اخرى كما نتبعوا المسؤولين، ونتمنى ان شاء الله نداء الجمهور ديالنا انه رجع لنا يوم المباراه المقبله، لان الله خير ما كان يفوز المباراه الفريق في شعر الرباطي، ونتمنى ان شاء الله الخير للمسؤولين ان شاء الله. في الاخير تحدثت عن الجمهور، شنو التعليق ديالك على المقاطعه ديال الجمهور والتعصب اللي كان وجد خصوصا في الضحيه اللي كمر منا مولديتو؟ انا كنظن بان معنا ما كنتش ما عرفتش لحد الان علاش مقاطعين، لان الخاسر الاول والاخير كيبقى دائما هو الوحيد الوجدي، لان مولد وجده غتبقى. احنا الموسم الماضي الى كان تقريبا دور كبير ديال الجمهور اننا حافظنا على المكانه ديالنا في الدرجه الاولى. نتمنى ان كل وجدي انه يرجع، لان كيفاش كتشوف الفرق اغلبيه الفرق المجموعه ديالهم كيساندهم. حنا بالنسبه لنا الجمهور كنعتبروا كلاعب رقم واحد، نتمنى هاد غير ما يكونش واحد تكون اون انفلونس بيرسونيل ديال الناس اللي ما يتبعوش اشخاص اللي باغي مسائل شخصيه ديالهم. حقهم يقاطعوا، حقهم يتحججوا، ولكن كاين طرق اخرى. حنا في الحين محتاجين الجمهور ديالنا، انا هذا نداء، فحنا محتاجين الجمهور ديالنا، لان راه مولديت وجده، ماشي مولديت الجهواني ولا مولديت هوار ولا مولديت مولديت وجديه. كان ريبريزونت لا فيل. نتمنى ان شاء الله الاسبوع المقبل يكون حضور جماهير ان شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.